مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. معنا الشاب طبيعه الحال اللي شفتوه في مجموعه من اللايفات اللي تكلم وحكى على القصه ديالو بعد ما دوز 10 ديال السنوات في الحبس، ملي خرج لقى والديه توفى وهو مازال في السجن باش ينتقم وبتأنيم الضمير، يعني ضرب خلى انه يضرب وجهه بالكامل. ومؤخرا المشكل اللي وقع ليه واللي خلى انه يصور هو انه كان دخلوا عليه شفاره وسط من الدار المهجوره. شوف يا لك هذيك خويا الشفاره وسط الدار المهجوره اللي كان كينعس فيها، وتعداو عليه يعني 4 ديال الشفارات تقريبا كاملين مسلحين، كاين اللي بسيوف كاين اللي بجناوه، وداو ليه التليفون ديالو النمره اللي كانوا كيتواصلوا معاه فيها المحسنين. هكا صديقي، اول حاجه كاين الناس اللي الله غادي يعرفوك، فكرهم شويه بالقصه ديالك. السلام عليكم ورحمه الله. انا الاسم ديالي محمد عيرض. انا عشت واحد الظروف ليا مع الاب والام ديالي. انا كنت مازال قصير، اللي هو الام ديال الاب ديالي كنت يتعرض للمخدرات بزاف، كنت يتعرض لاقراص المهروسه والخمر والقمر، كنت يدخل سكران علينا الدار، تيدخل حاشاك المسخ اللي ما يسواوش تيدخلهم للدار، تتهضر الام ديالي تضربها. انا كنت عايش داك الموقف هذاك ما ليا في عمري 11 سنه. من بعد خرجت للدار، من بعد قبل ما تضرب الام ضربت الام ديالي ضربها بحمل السلاح لوجهها ب40 غرز بزاع صغير في صغير الدار. ضرب الام ديالي لوجهها اللي هي تقريبا 40 غرزه في وجهها. انا من الشقه ديال الباب تنشوف داك الشيء، عافي ما عندي ما ندير، هذيك الام وهذاك الاب ما عندي ما ندير. صافي مين ضرب الام ديالي كما كانش الاب ديالك وكما كانش الام ديالك وخي صغير، راه القطه هي القطه هي التالي تخبشها، راه تقيسها تخبشك. ما عندك ما دير، دير شي حاجه ديرها مع الام الاب ديالك هذاك، هذيك راه الام ديالك. من بعد مين ضربها خرج لبرا، خرج انا طحت على الام ديالي كلها دم، عندها 40 غرزه في وجهها هكا. صافي بقيت نشوف داك الديكور انا ما عجبنيش، انا قلت نبقى عايش هاد الحاله غيت. الام ديالي عن قالني بقات تبكي، خرج للزنقه استغلوني شي وحدين، داوني للدار، داوني شربوني الخمر، شربوني القرقوبي، هما تيديروا الجرائم، هما تيديروا داكشي ديال الجرائم السارقه. انا صغير استغلك بنادم بزاف د الحوايج راك ديرها، ما علاش مازال صغير في الزنقه تستغل اي حاجه راك ديرها، راه بنادم يجي يقول لك اشنو غتمشي. مشينا درنا الجريمه الاولى، الجريمه الثانيه قبضونا رجال الشرطه، قبضونا حكموا عليا ب10 سنوات. شو الجريمه الاولى؟ السرقه. حكموا عليا ب10 سنين الحبس. اه دابا انا غير غادي معاهم انايا، انا الناس هما شنو قالوا لي؟ قالوا لي مين قفوا علينا رجال الشرطه، قول لهم هادو خوتي تيقلبوا عليا، تيسخبعوا فيا انايا. انا خايف، مازال صغير خايف من دوك الناس هادو اللي هو انا طحت في هذا الموقف هذا اللي هو لحد الان انا دخلت للسجن. جاني الخبر ديال الام ديالي مع الاب ديالي كنضرب الام ديالي ببوطه راسها، وديك البوطه ما سالش الدم ديالها، ما سالش الدم راسها. من بعد دخلت للسجن، ضربت تقريبا 7 شهور ديال السجن، جاني الخبر ديال الام توفات. انا فوت السجن محكوم ب10 سنين الحبس. ديك الساعه صافي حياتي بدات تظلم عليا. من بعد جاني خبر ديال الاب ديالي مات، اللي هو انا ما خصنيش، انا هذاك اللي دار في هذا الشيء هذا ما خصنيش نقول الاب ديالي، خصني نقول شي صاحبي. ولكن مي ابتداء تبقى راه تبقى الاب ديالك راه هو والدك. انا تنسامح له دنيا واخره، وتنسامح له بالرحمه، هذا الشيء اللي تنسال انا. علاش هو بسبب واش وصلت انا لهذا الموقف هذا، وصلت للتشرد، وصلت للزنقة، وصلت للعتيل السيف زاز، وصلت بزاف. دابا انا في الزنقة دابا محروم عليا انا بزاف د الحوايج، انا بحدي الحال محروم عليا بزاف د الحوايج، محرومين عليا جرادي، محروم عليا الطوبيس، محروم عليا الطاكسي، محروم عليا بزاف د الحوايج بسبب الضرابي اللي هادو. انا تيحسقرني بنادم، ماشي تيحسقرني بشي حاجة، اللي تيحسقرني غير بديك الشوفة ديالو، هذيك الشوفة اللي تيشوف فيا بنادم تيحسقرني بزاف. انا راه ماشي مجرم، ماشي شفار، ماشي حتى حاجه، انا راه غير مواطن عادي.
انا كسب عليا الظروف هذا اللي دوزتو انايا، راه خص بنادم يكون مدوز باش يعيش هذا الموقف اللي دوزتو انا. شنو انت اللي خلاك تضرب وجهك تخسر؟ انا هادشي هذا اللي خلاني الام ديالي من تضربات لوجهها، انا هادشي اللي خلاني الام ديالي تضربات وجهها 40 غرزه في وجهها. انا ماشي قبضت وضربت وجهي، انا ماشي قبضت وضيعت راسي، راسي راه الوجه صوره الله سبحانه وتعالى. واش كاين شي واحد تيكره يضرب راسو؟ حيت كتفكر هذاك المنظر ديال الوالد. انا لحد الان اللي دابا في عمري 28 عام مازال توقف عليا ديك الضربه وديك الطيحه اللي طاحت على الام ديالي، مازال توقف عليا بالليل. انا دابا في الزنقه اللي هو في الزنقه تنبغي نضرب راسي، علاش داك الشيء تيوقف عليا؟ انا دابا وليت تنفضل، دابا انا شنو وليت تنفضل؟ وليت تنفضل السجن على الزنقه. علاش تنعيش واحد الموافقه في الزنقه بزاف؟ تنعيش واحد الاحتقار بواحد الحقراب بزاف تنعيش. ليس ما خلاونيش انا، ديال السيده عطاتني 100 درهم خلصت لي ورقه مسكينه، تمي طالع في الطوبيس الشيفور وقف الطوبيس، عيط للكونترول نزلون جوج ديال الكونترول حساقلوني. واحد مسكين عنقني قال لي خويا، قال لي الناس نكراو منك في الطوبيس، قال لي عادي هادشي هذا خويا. المهم قلت له علاش؟ قلت له انا الناس نزلوا من الطوبيس قالوا عيطوا لنا رجال الشرطه، علاش هاد الانسان هذا ما يطلعش في الطوبيس؟ علاش؟ شنو هو السبب؟ واش جبرتو حاجه يدو في الجيب؟ واش جبرتو تيسرق؟ واش جبرتو كذا؟ علاش؟ انا تنطالب من هاد الناس هادو كاملين ما يحكموش على بنادم مضروب في وجهه راه شفار راه مجرم. لا نديرو بحال دابا بنادم تعرض تعرض للمدابزه، تقاس وجهه، تحكموا عليه شفار، تحكموا عليه مجرم. شنو وقع لك مؤخرا؟ شفت انا مؤخرا كنت في واحد الدار مهجوره اللي هي في حي السوارت حدا واحد لاصار ديال بدر هاري. دخلوا عليا اربعه، واحد بجنويه وثلاثه بالسيوفه، داو لي التليفون، داو لي 100 درهم من جيبي، واحد زطم لي على راسي، واحد شير عليا بمانجو. انا ما عندي ما ندير صافي. داك التليفون هو اللي كانوا كيعيطوا لك الناس، تيعيطوا لي الناس، يستقبلوني الناس، يساعدوني، الله يجازيهم بخير بزاف. انا راسي نعيش، مشات لي ديك النمره. انا راسي نعيش واحد الظروف اللي هي في الزنقه صعيبه بزاف وقاسيه بزاف. دابا انا اول نهار في حياتي، دابا اول نهار خرج هبط للمدينه القديمه ديال مدينه كازا اللي هي الزنقه هادي انا ما نعرفهاش. انا ولد فاس ومستقر في مدينه كازا، انا بلادي هاجرت على هذا الشيء هذا، هاجرت بلادي طلعت لمدينه كازا استقرت فيها على احتقار، على احتقار بزاف بزاف. دابا انا حاليا تنتم غادي، دابا غاليا حاليا تنتم غادي، الناس يبقاو يشوفوا في واحد الشوفه ناقص اللي كضرك باش تضرني. انا تنطلب تحجع فيها باش ما يجيش بنيا بنادم ديك الشوفه اللي احتقرني فيها واللي استفزني فيها. علاش راه تنعيش ظروف؟ انا تنعيش ظروف كثيره بزاف في الزنقه. انا تنطالب من هاد الناس المسؤولين الكبار اللي تيشوفوا هاد الشيء، علاش انا ما نطلعش في الطوبيس؟ علاش انا ما نطلعش في الطاكسي؟ علاش انا محرومين عليا بزاف د الحوايج؟ علاش؟ واخا نسولك انت من ورا ديك الشده اللي ضربتي فيها 10 سنين وما لقيتي درتي حتى شي ما درت حتى شي حاجه، بحال شي كلب غادي حيط حيط حيط، الناس يشوفوني بهاد الضرب يتبقاو يحتقروني بزاف. انا وليت حاضيك دابا، وليت انا من الليل تنخرج. علاش انا من الليل تنخرج؟ انا وليت حاشك بحالي بحال ديك الطوبه، الطوبه تخرج من الليل، انا وليت بحالها. انا وليت حاشك بحال شي كلب مربيع، تطلقوا من الليل تيخرج للزنقه هو انا. كتبغيش ديك الشوفه ديالك، بس بغيش ديك الناس ديك علاش؟ الناس راه ما تيقدروش بنادم، الناس كاينين اللي بزاف كي تيشوف هذاك المضروب تيقول حقا شفار. لا راه الشفار الناس الكبار، الناس يشوفون بالكوسيم والكرافاطة وكذا وبالرونج وبالحديده كي دايره، هما الاكبر شفاره في المغرب. هذوك هما اللي تنعرفهم اكبر شفاره في المغرب. ولكن اكبر دليل وانت من ورا ديك 10 سنين ما لقيتي درتي حتى شي منتج، شحال دابا ديال المده؟ دابا تقريبا خرج 2018. يعني من 2018 لدابا؟ دابا حاليا ما درت حتى شي حاجه. انا مازال ندير حتى شي حاجه، انا ضحيه ديال المغرب ديال المجتمع، انا ضحيه ديال امي وبا. انا با هو اللي سبب واش خرجت انا للتجرد، وبسبب با باش خرجت لهادشي للزنقه، وبسبب با باش ضيعت انا راسي. علاش انا بنادم يبقى يحتقرني هذا الاحتقار انا؟ علاش انا دابا تنطالب شنو تنطالب انا؟ انا دابا تنطالب السجن على الزنقه، انا دابا تنطالب الحبس اللي هو الحبس على الزنقه تنطالبه. نمشي نتخبع في الحبس وما نخبش في الزنقه. راه تنقول لكم اخوتي المواطن تنقول لكم انا هادشي هذا، انا ما باغي طيور، ما باغي فلوس، ما باغي حتى شي حاجه، انا باغي نصوب غير وجهي. انا راه ما طالب حتى شي حاجه، ما تقولش هذا الانسان هذا جديد. في الاول فاش صورتي معايا عيطوا لك شي وحدين؟ يعني عيطوا لي
بزاف، عيطوا لي كلشي بزاف، ولكن الهاتف اللي كانوا تيتصلوا بيا تسرق لي. يعني حتى الساعة دابا دوك الناس كانوا كيتعاونوا معاك كلشي مشات لي ديك النبه. مشات لي ديك النبه، هذه هي النميرو الجديدة هذه. هذه اللي هو السيد، واحد السيد مسكين الله يذكره بخير، ما نجبدوا السمية ديالو، هو اللي مسكين شرا لي هذا التليفون وشرا لي هذا النمرة الجديد. أنت كتقلب على خدمة؟ دابا تنمشي خويا. هذه اللي بغيت نسول فاش كتشوف شي واحد باغي يخدم. دابا دابا تنبغي نمشي نخدم انا يا خويا، تنوقف عليك تنقول لك خويا انا باغي نخدم، باغي نخدم حاجه كتا في الزبل نخدم، تيدير فيا تحت قرني، تيدير فيا ديك الشوفات، تنحس بواحد الاحتقار انايا بزاف. هو بناغي باغي الخدام، تيقول لي خويا لا، انا بطاقه التعريف، بطاقه الوراق ديالي ما عنديش، ما عندي حتى شي حاجه انايا، انا باش نخير راسي انا، تيقول لك بنادم انا مغربي ما عنديش، انا علاش ما عنديش؟ انا مثل الام ديالي والاب ديالي وانا في السجن ما عنديش الوراق ديالي. انا اللي هو لحد الان في عمري 28 سنه ما عنديش ورقه. بيطار المرض بغي يمشي للسبيطار خصك بطاقه التعريف، نبغي نمشي نديكلاري ندير شي كاي خصك بطاقه التعريف، خصك بزاف د الحوايج. انا تنطالب بهاد الناس المحسنين، الناس الكبار، انا راه ما باغي فلوس، ما باغي حتى شي حاجه، انا باغي نصوب، باغي وجهي نولي بحالي بحال عباد الله، نولي بحالي بحال المجتمع، نولي حتى انا نولي نمشي نجلس في الجرده بحالي بحال عباد الله، ندخل القهوه نجلس بحالي بحال عباد الله. علاش هادشي؟ انا كاين موال مغاربه، مغاربه اللي تنعرفو مغاربه، خوهم مغربي تيزيدو يبركو عليه، تيزيدو غير بريسيو عليه. علاش تيقول انا المغاربه قلبهم الرحاب؟ اش يقول لك حنايا مغاربه تنبغيو خونا المغربي، لكن ما تبغيش خوكم المغربي، خوكم المغربي تبغي تبكي تبريكو ماشي كلشي. عاوتاني كاينين الناس، كاينين ولاد الناس خويا، انا سنعيش خويا، انا سنعيش تنعيش واحد الظروف اللي هي قاسيه بزاف في هاد الزنقه. انا تنهضر تنهضر بالاقبع قلبي، انا ما نمشيش نالف شي حاجه اللي باغي فيها شي حاجه، اللي باغي شي لا، انا سنقول شي حاجه بقلبي اللي عايشه في هاد الظروف. دابا تصور عندي ثلاثه الاشخاص هما اللي هما معايا مسكين تيشوفوا اللايف، هما اللي قالوا لي خويا لا تخرج تسالى شي شويه، مده شهر ما خرجش، مده شهر ما خرجش للزنقه كاع. هما مساكن ديورهم تيجيبوا لي الماكله، تيجيبوا لي اي حاجه. يعني شحال نقول لكم اخويا، انا تنعيش واحد الظروف اللي هي قاسيه بزاف. انا دابا تنعيش مشكله مع رجال الشرطه، تنتم غادي تيقبضوا وقفوا عليا رجال الشرطه، تيشوفوا وجهك مشكوك فيه، ندخل للجرده عادي تيوقفوا عليا رجال الشرطه، تحقيق الهويه تيضرب لي المينوط. ما عندكش لاكارطاس؟ ما عنديش لاكارطاس، ولكن ماشي من حقه يضرب لي المينوط انايا. ديك الدائره وهذيك الساعه يدير لي الدائره، يدير معايا تحقيق. لا ابو العار لسه ما عندي مشكل ولا شي حاجه، واخا نسمع عائلتك من غير الوالد والوالد الله يرحمه. انا ما عنديش عائلتي، عندي الله ما عارف عليك شي ما عندي حتى شي، عندي وعندي واحد الانسانه اللي هي مسكينه تتصوف فيني، ولي مسكين تتعامل معايا، ولي تهضر معايا، ولي تتواسيري، ما نذكروش الاسم ديالها. واخا دابا انت باش كطالب؟ انا سنطالب بوجهي، باغي نصوب، انا هادشي اللي سنطالب، انا من الناس كامل سنطالب. انا ما باغي ديور، ما باغي فيلاس، ما باغي دي طونوبيلات، ما باغي حتى شي حاجه، انا باغي هاد الصوره هادي، نولي بحالي بحال المجتمع. انا نمشي نجلس في الجرده، نمشي نجلس في قهوه، نمشي نجلس ندوز في شارع عمومي، بزاف د الحوايج. دابا انا مثلا خرجت، دابا انا وليت حاشك بحالي بحال الطوبه، حاشك بحالي بحال الكلب، تنخرج من الليل لليل. هنا كيف ما تبعتوا القصه ديال هذا الشاب اللي كنتمناو بكل صراحه انه يلقى اللي وقف معاه، هو باغي حاجه واحده، باغي انه يصوب الوجه ديالو النمره الجديده ديالو 06 32 51 08 58 06 32 51 58 58 لاي واحد بغى يتساعد معاه ولا بغى يوقف معاه.